مشاهدينا مساء الخير، مع بدايات عام 2014 بالتأكيد أول سؤال بيسألوا الناس لنفسهم، نتفائل ولا نتشائم؟ بالتأكيد لابد أن نتفائل، لأنه يعني كما كان عام 2013 مع أننا نتشائم من 13 ومن رقم 13، إلا أنه كان عام سقوط الإخوان، وهذا في حد ذاته كافٍ للاحتفال بالعام الذي انتهى وهو عام 2013. لكن كمان عام 2014 أعتقد أنه حتى مع بداياته هو عام ما يمكن أن نسميه عام البناء الجديد لمصر، نبني وطنا جديدا بعد أن تخلصنا أو نحاول التخلص من الإرهاب المسلح. في 2014 هيبقى فيه الاستفتاء على الدستور، وهتبقى فيه انتخابات رئاسية ثم انتخابات نيابية. صحيح في أحداث دامية، صحيح في توقعات بأنه أحداث العنف سوف تزداد هنا وهناك، علينا أن نتكيف مع كل ذلك. يعني بعض الناس بيسألوا هو إيه اللي هيحصل؟ علينا أن نتكيف مع الأوضاع القادمة. إيه الأوضاع القادمة؟ أن كل ما بنقترب من يوم الاستفتاء ستزداد حوادث العنف من قبل جماعة الإخوان. ليه؟ لأنه حينما يولد هذا الدستور سيدق المسمار الأخير في نعش الإخوان. الإخوان يعلمون جيداً إن نهايتهم يوم 14 و15 يناير، يومي 14 و15 يناير. لماذا؟ لأنه حينما يولد هذا الدستور بإرادة شعبية وبتصويت شعبي أعتقد إنه سيتجاوز 70% إن شاء الله وربما أكثر، ده معناه إنه المرحلة الانتقالية تحظى بدعم شعبي، وده معناه رسالة لكل الدول الكبرى التي تحاول التآمر على مصر من أنه هذا الوضع الانتقالي يحظى بشعبية تمهد لنقل مصر من مرحلة انتقالية إلى حكومة منتخبة. طيب علينا أن نتكيف مع ما هو قادم. الناس حتى زي ما هتشوفوا في الأحداث الدامية التي سجلناها خلال الأسبوع الماضي، لأننا كنا في أجازة طيلة الأسبوع الماضي، فقلنا نجمع كل الأحداث المتعلقة بحوادث العنف هنا وهناك، هتلاقوا الناس أكثر تصميما في كلامهم على أنه إذا كانوا بيعملوا كده علشان الاستفتاء وعلشان الدستور، لا إحنا هننزل وحنبني مصر من جديد وحنواجه جماعة الإخوان. الشعب المصري يزداد قوة وصلابة وتماسكا مع حوادث العنف. العنف مش هيخوف المصريين كما يعتقد الإخوان. عشان كده اللي بيسألوا نعمل إيه؟ علينا أن نتكيف مع هذا الوضع ونواجهه بصلابة، وأعتقد بأنه الإخوان كل ما يبقى في حوادث عنف ويتم تطبيق القانون على من يرتكبون العنف تدريجيا سينتهي كل ذلك. لماذا يلجأ الإنسان للعنف؟ لما يفقد عدالة قضيته ولما يفقد قدرته على الحشد. لو عندهم إمكانية للحشد الضخم لا يمكن أبدا أن يلجأوا إلى العنف. إذن علينا أن نتوقع عنفا خلال الأيام القادمة، وعلينا أن نتكيف معه، وعلينا أن نواجهه، ولما نواجهه يوم 14 و15 يناير سيولد الدستور وسيدق المسمار الأخير في نعش جماعة الإخوان. تعالوا قبل ما نشوف أحداث الأمس أستعرض معاكم بعض حوادث العنف اللي حصلت في إيهاب غطاس. ده أول شهيد في ليلة رأس السنة في أحداث كنيسة عين شمس، لما مسيرات الإخوان مسيرات كلها مسلحة زي ما هتشوفوا في كل التقارير اللي هنشوفها بعد قليل، كلها مسلحة. يعني إذن عليهم أن يتوقفوا عن الإدعاء بأنه هذه المسيرات سلمية. المسيرات مسلحة، وعلينا أن نواجهها بقبضة القانون وبقوة القانون. تعالوا نشوف استشهاد إيهاب غطاس في أحداث كنيسة عين شمس، شهيد ليلة رأس السنة. يا لهوي.
اتصل بيا، انا كنت في المترو، قال لي احنا كان في يعني ليه فتره ما كانش بيتكلمنا عشان كنا زعلانين من بعض، تمام. كلمني وقال لي كل سنه وانت طيب وانا بحبك قوي، وانا قلت له انا بحبك وكده. انت سمعت جنبه صوت ضرب نار وكده، فبقول له انت فين يا ايهاب؟ قال لي انا قدام الكنيسه. وبقول له ده ضرب النار ده ايه؟ قال لي الاخوان جايين بيضربوا في الكنيسه وانا واقف قدام الكنيسه. قلت له طب انت امشي من قدام الكنيسه، انت واقف ليه؟ قال لي لا انا واقف قدام بيت ربنا وانا هدافع عنه. قلت له طب يعني سيب الكنيسه، ما ربنا هيدافع عنها يعني، تمام. هو قال لي لا انا واقف هنا، واحنا واقف انا والشباب وهنحمي بيت ربنا. الجسم اللي طلع من راس اخويا دي مش رصاصه، ظابط الشرطه وكيل النيابه ما كانوش عارفين دي ايه، تمام. هما بيقولوا ان دي حاجه كده الاخوان عاملينها كده، حاجه جديده بتبقى مولعه من ورا وبتبقى عامله زي الصاروخ كده، زي الدانه كده. دي طولها كده، طولها بالظبط حوالي يعني المساحه دي بتاع 6 سم او 5 سم، تمام، مستطيله، ومن الراس بتاعتها مش مدببه. يعني ازاي دي تكسر الجمجمه وتبوظ الفص الايمن من المخ كله، تمام. بس فانا عايز اقول للناس دي اللي عملت كده يعني شكرا ليهم. اخويا بقى شهيد، تمام. اخويا راح السما واخويا بقى شهيد وشكرا ليهم. بس انا مش عارف احساس الالم للناس دي او احساس الضمير بان انت اصلا لو شفت حيوان مش هتعمل فيه كده، تضربه بحاجه زي كده. بني ادم يعني يقعد كده 3 ساعات جسمه بيترعش كله من الالم، مش عارف الناس دي يعني احساسها فين او الضمير فين، ولا حتى يعني دي ناس الاخوان دول الناس لا يعرفوا ضمير ولا يعرفوا ربنا ولا يعرفوا دين اصلا يعني. انا عسكري في الجيش، نازل اجازتي عاديه عشان نقضي العيد انا واخواتي، بس نازل راس السنه يعني، تمام، عادي يعني. اخويا بيتكلمني بيقول لي اخوك مضروب بالنار قدام الكنيسه يعني. راح اشوف اخويا نازل من الاسعاف يعني دماغه نازله خالص ودي بتترعش عادي، دماغه مفتوحه بشرور دم من كل حته يعني. هي دي راس السنة، ده اللي متعودين عليه يعني. انا اخويا يعني انا ما بقولش شهيد المسيحية يعني، انا اخويا شهيد الوطن يعني، اول شهيد في 2014 يعني، شهيد مصر كلها يعني. احنا كلنا واحد في مصر يعني، ده اللي اتعلمناه يعني. ما كانش يعرف يزعل حد ولا عمل حاجة لحد، ده رايح الجنيزة هاتوا ذنبه، بس اللي يعمل كده تعدموه، مش كل واحد يضرب واحد وما بتعدموش، هاتوا حقه وضربها كلية. نفسي اطلع في البلد دي يطلع خبر ان واحد اتعدم عشان قتل واحد، او واحد اتعدم عشان موت قدام كنيسة ولا قدام جامع عشان واحد قتل واحد. شباب عند الازهر بتموت وعند الكنائس بتموت، الناس دي ذنبها ايه؟ ايه اللي عملته؟ انا عايزة اعرف ذنب واحد. الناس دي خربت البلد، معروف الارهاب لا دين له، ودول بريء منهم الاسلام والمسيحيه واليهوديه وجميع الاديان اللي نزلت على الارض، بريء من العالم دي. لان الاسلام بيقولها يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق. طب انا بريء وانت بريئه، تتضربي ليه؟ تصل بيا كانت ازاي؟ وكانت 9، كانت 9 بالظبط. ما يقول لي علي خلصتوا فيها امي، قلت له احنا لسه طالعين من الحفله بقى. قال لي انا حفلتكم خلصت بدري، وقلت له احنا كانوا عاملينها بدري يابا. قال لي لا يا ام انت فيها يابا. قال لي انا قدام الكنيسه. قلت له طب عشان خاطر ادخل جوا يابا، عشان خاطر ادخل جوا يابا، عشان خاطر امك، عشان خاطر امك ادخل جوا يابا. قال لي ده ما تزعليش مني يا ام. هو لسه بيقول لي ما تزعليش مني يا ام، وطلت لقيت صاحبه بيقول لهم يا ابي يلا يا ابي اضربوا فينا يا ابي اضربوا فينا يا ابي. لقى التليفون وطلع يجري. نص ساعة ورنت عليه، ما فيش نص ساعة بالظبط ورنت عليه، لقيت التليفون مع صاحبه. هو رد عليا بيقول لي يعني انت مش أهاب؟ قال لي انا صاحبه يا ماما. قلت له امال في أهاب؟ هو قال لي انا صاحبه، وانا زعقت في المخ على طول. قلت له أهاب مات يا ناوي. يعني هل ما حرام اللي بيحصل ده واحنا نعيط؟ هل ده هو عيد؟ عشان خاطر الشرطه برضه يعني السلطه تخلي بالها وتقول احنا حارسين وحارسين وعاملين امانات، يضربوا ابننا وده يعني طالب ابوه مصرف عليه دمه هو واولاده واخواته، واديك شفت المعيشه بتاع ابوه عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر بيعلم اولاده، وده في كليه خلاص يعني اخر سنه في الكليه ويخلص. هل ده ما يرضاش ربنا؟ هل ده عدل؟ هل دي هل ده ربنا حسق قال كده؟ ربنا ما قالش كده ولا في الاسلام ولا في المسيحيه، دول ارهاب ولازم الارهاب ده نقضيه. انا جنبي واحد ساكن، عرفت ان هو كان في الاحداث متصاب هناك جنبي اسمه ايمن.
فبسأل أيمن بقول له إيه اللي حصل أيمن؟ قال إحنا في بداية الكنيسة كان في حوالي 8 من العساكر واقفين حراسة من الشرطة. لما المسيرة كانت جاية وحصل ضرب قالوا لقيناهم اختفوا تماما، مفيش أي شرطة موجودة عند الكنيسة، وإحنا واقفين كشباب بندافع عن الكنيسة. قال أنا معرفش إن ده إهاب ولا يقرب لك، لكن اللي أنا شفته إن ده خد طلقة وقع وسطينا. بعديها بحوالي ساعتين جه الشرطة وجت الجيش، بس بعد ما فات الوقت. ده شهيد ليلة رأس السنة، لكن زي ما سمعته سنحمل كنائس، سنحمل كنائس، وأعتقد أنه كل المصريين سيحمون الكنائس وأعياد المسيحيين في كل الأحوال، في كل الأحوال هتمر بخير. وأعتقد كمان أنه الشعب المصري كما أكدت يزداد تماسكا ولحمة وقوة بسبب حوادث العنف. اوعى تعتقد بانه الارهاب هيخوفه ويقعده في البيت. بتسمعوا الكلام اللي هنسمعه كثيرا بعد شوية، ان الناس بتقول لا احنا هننزل، واذا بيعملوا كده علشان الدستور لا لابد ان يولد هذا الدستور. تعالوا نشوف بقى احداث الاسكندرية بالامس، حوادث ارهابية وحوادث دموية هنا وهناك. هنخترنا لكم بعض المشاهد المهمة اللي بتكشف وتفضح لجوء الإخوان إلى ما يمكن أن نسميه الهيجان العصبي الدموي في لحظات السقوط الأخيرة، وأنت تدق مسمارا أخيرا في النعش الميت في لحظات الهيجان الأخيرة وقبل احتضاره، هتلاقي منه هذه التصرفات المنفلتة والدموية اللي يمكن أن توصف بأنها حالة ما قبل السقوط أو حالة ما قبل السقوط الأخيرة. تعالوا نشوف جماعة الإخوان في الأسكندرية إشعال النار في نقطة مرور الزعيم بمنطقة المنتزه بالأسكندرية. أعتقد العنف واضح، استخدام الأسلحة واضح جدا، يعني زي ما احنا شايفين. هل هي دي المظاهرات السلمية، إشعال النار في نقطة مرور بهذا الشكل والوجوه باينة؟ يعني على الدولة، على الدولة أن تطبق القانون بقوة القانون، وعليها أن تكون حاسمة ورادعة في تطبيق القانون. زي ما انتم شايفين هي دي المظاهرات السلمية كما تدعي جماعة الإخوان، مشاهد كاشفة وفاضحة بتفضح لجوء الجماعة إلى العنف والإرهاب بالشكل الدموي اللي احنا شايفينه. إشعال النار في مؤسسات الدولة، الهدف هو إسقاط كل مؤسسات الدولة، إشعال النار في مديريات الأمن وتفجير مديريات الأمن زي ما حصل في مديرية أمن الدقهلية، ومحاولة تفجير مقار المخابرات الحربية هنا وهناك، وإشعال النار في أقسام الشرطة وفي سيارات الشرطة. هذا هو مخطط إسقاط الدولة وهدم الدولة، وهذا المخطط سيفشل. الإخوان في منتهى الحماقة، يعني ما حدث في 28 يناير كان مدعوما على الأقل بإرادة شعبية
قوية، مع أنه الذين لجأوا إلى العنف في 28 يناير ما كانوش من المتظاهرين السلميين أبدا. اللي صمم حوادث العنف واقتحام السجون هي جماعة الإخوان اللي بتحاكم بسببها الآن. لكن الهدف زي ما أنتم شايفين هي دي المسيرات السلمية. أعتقد أنه المشاهد تفضح جماعة الإخوان. تعالوا نشوف كمان لما تم إلقاء القبض على بعض المتهمين كان في مضبوطات بحوزتهم. تعالوا نشوف هذه المضبوطات اللي كانت بحوزة من ألقي القبض عليهم في أحداث الإسكندرية بالأمس. ادي اهي بيضربوا طلعات خرطوش فاضي اهي على القوات، واصابوا ناس وموتوا ناس. فاضي المنيتوف اللي بتولع من هنا ينزل يفرق الازازه كلها. المنيتوف في ماده المحطوطه ديت دي ماده كاويه بتنفجر الازازه ديت ممكن تموت كمان. الماده المحطوطه دي هو البنزين لوحده، ودي ماده لوحدها هي دي بتزود الاشتعال وبتزود انتشار الميه النار. هذا بالفتيل اللي موجود ده عندنا دي حوالي 5 صناديق مندي مظبوطه، زائد الخرطوش الفاضي دي موجود، ازايز برضو زياد ازايز مولوتوف ايضا موجوده، وفي طلقات حيه خرطوش كويس. المضبوطات اللي ضبطت مع المتهمين، تأملوا في المشاهد. يعني هذه المضبوطات في النهاية بتتوجه إلى المؤسسات وتشعل النار فيها. يعني هتشوفوا الإزازة اللي كان ماسكها اللواء ناصر العبد زي ما أنتوا شايفين مادة كاوية، لما بترميها شوف إيه بقى الإصابات التي يمكن أن تحدثها في الأجسام والنار التي يمكن أن تشتعل بسببها في الأماكن. تعالوا كمان شوفوا الفلوس، يعني المضبوطات من الأموال هتلاقوا فيه فلوس عملات أجنبية وفي أموال ضبطت مع المتهمين. وهنشوف بعد شوية المتهمين اللي ألقى القبض عليهم، هتلاحظوا دي الفلوس اهو، دي الفلوس اللي موجودة بحوزة المتهمين. نشوف المشاهد تاني، في مشاهد تانية نشوفها. دي بعض المضبوطات بحوزة من ألقي القبض عليه في أحداث الأسكندرية. وهتشوفوا بعد شوية إنه إزاي العيال كلها سنها من 16 ل 18 سنة 17 سنة، هتشوفوا في التقرير القادم. لكن دي بعض المضبوطات مع المتهمين في أحداث العنف. أدي أسلحة. طيب تعالوا نشوف إلقاء القبض على بعض المتهمين، ويعني خدنا من كل واحد كلمة كده. هتشوفوا معظمهم 16 و17 سنة. ده معناه إيه؟ معناه إنه الإخوان لن يتوقفوا عن استخدام الشباب صغار السن. بعضهم مقتنع بقضية إنه بيضحك عليه، وبعضهم ما تعرفش إذا كان بيشتريه بالأموال ولا بأي وسيلة. لكن لما تستخدم عيال وأطفال وشباب عندهم 15 و16 و17 سنة وانت قاعد في البيت تستخدم الشباب وتدفعهم إلى الموت بهذا الشكل، أعتقد أنه ده معناه أنه الإخوان على استعداد لدفع الناس للموت وهم قاعدين في بيوتهم من أجل ألا يسقط مشروعهم. هم يعلمون جيدا أنه يوم 14 يناير هو اليوم الأخير، 14 و15 يناير طبعا اليوم الأخير أو المسمار الأخير في نعشهم، وعشان كده هيدفعوا بالمزيد من الشباب إلى الموت عشان يوحوا للعالم أنه فاتورة الدم باهظة، وأنه الدم يسقط يوميا في مصر، ويحاول أن يقلب العالم
على مصر، لكن مصر تواجه إرهابا مسلحا وستواجهه بقوة القانون. بعد اذنك يا ريس ارجع ورا لو ما تيجي لك على حد يا حاج يا حاج قول له يا ارض ولا تبقى قلت له تبقى انا عايز افتح السكه يا ده جاي كمان خلاص انا خلاص خلاص بس يا جماعه خلوه ده خلوه لم كده عم انا ما يفهم خش 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 امسى كده الستة كده والبنتين واحد كده كام؟ غير اللي جاي معانا بص يا ماما جوه احمد عطيش قلبي 22 هشام نصر عبد المنعم عبد النعيم 18 سنه محمد عماد 15 سنه محمد عماد 15 سنه رمضان سعد 49 سنه احمد عبد الحميد ابراهيم 16 سنه هشام رمضان محمد 16 سنه يحيى محمد سعد 27 سنه الإخوان على استعداد لدفع الشباب صغير السن 15 16 17 18 22 سنة إلى الموت حتى لا يسقط مشروعهم، لأنهم يتعاملون مع الأحداث في مصر على أنها الموقعة الأخيرة، هي موقعة السقوط الأخير للإخوان، وبالتالي سيدفعون الشباب إلى الموت. يعني أنا شايف بقى العائلات لما تشوف الشباب بالشكل ده، الشباب اللي احنا شفناه شباب صغير السن، لا يمكن أبدا يكون فكرة القناعة بالقضية. يعني ده شباب إما ملعوب في دماغه، وإذا أنت عاوز يا سيدي تستخدم أنت العنف ما تنزل أنت، ليه بتستخدم الشباب الصغير بهذا الشكل وأنت قاعد في بيتك وتحاول استخدام الشباب؟ يعني أعتقد بأنه دفع الشباب إلى الموت بالشكل الذي نشاهده يكشف ويفضح جماعة الإخوان. شفنا شباب صغير السن، الواحد حزين جدا لما يشوف الشباب بالشكل ده، لكن كمان هتسأل أين عائلاتهم؟ يعني العائلات لما بتشوف الشباب بالشكل ده يقولوا لأولادهم ما تنزلوش، اهو ده الصغار السن اللي احنا شفناهم منذ قليل. تعالوا نشوف كمان الإساءة، يعني لا تتوقف حتى أمام المساجد، يعني قدام المسجد كده تقول ان انا لا يمكن ان انا اكتب كتابات مسيئه او بذيئه. يعني شايفين ده في مسجد سيدي بشر، الكتابات
شتائم طبعا، يعني كونك حتى تكتب شعارات سياسيه على المسجد ده حرام ولا يتناسب مع حرمه المسجد، وكونك كمان انك تستخدم بعض العبارات المسيئه، يعني اللي انتم شايفينها سيبوا البنات يا حكومه نسوان على الجامع، سيبوا البنات يا حكومه نسوان على الجامع، يعني حتى الجامع لم يرضعه وحرمه المسجد لم ترضعه عن ارتكاب ذلك يعني. انما زي ما انتم شايفين حتى المساجد لم تسلم من بزاءات الاخوان، يعني اي حد كده يقول انه انا انحي المساجد جانبا، ابعدها عن فكره الشعارات السياسيه، مش بقى البذيئه، لا ده شعارات سياسيه وايضا بذيئه، سيبوا البنات يا حكومه نسوان، يعني ده التعبيرات المهذبه اللي احنا سيبناها، لانه في تعبيرات تانية يعني اعتقد انها ليست ملائمه. طيب تعالوا نشوف الاشتباكات في الاسكندرية في الصباح، عندنا في الصباح وفي المساء، هتشوفوا ازاي يتم استخدام المولوتوف والقاء المولوتوف على سيارات الشرطة، المشاهد اللي هتشوفوها يعني يحاول الاخوان تصدير مشهد بعينه، هو اننا امام حرب اهلية، هو ده المشهد اللي عاوزين يصدروه، هم بيشعلوا حرب الشوارع بهذا الشكل عشان يتم تصويرها ويتم نقلها انه مصر تشهد حرب شوارع. احنا بنقول لا، مصر تشهد مواجهة ضد الارهاب المسلح يتضامن فيها الشعب مع الجيش والشرطة، وستنتصر مصر في هذه المواجهة. تعالوا نشوف الاحداث الدامية، اشتباكات الصباح في الاسكندرية. Thank you.
كل تقارير اسكندرية دي لمراسلنا النشط محمد بدر. بس شوفوا استخدام إلقاء المولوتوف على سيارات الشرطة ومحاولة إشعال النار ومحاولة تصدير هذا المشهد إنه مصر تشهد حربا أهلية. هو ده المشهد اللي عاوز يصدر. شايفين المولوتوف اللي بيتم إلقائه وبيدعوا إنه مظاهراتهم سلمية، وطبعا يعني اللي بيرمي المولوتوف ده لو الشرطة بتستخدم معاه العنف، ما هو الشرطة مسلحة يعني زي ما انتوا شايفين اهو بيلقي الميلوتوف، وقبلها كان حطم زجاج سيارة الشرطة في المشهد اللي احنا شايفينه اهو، تم تحطيم الزجاج بالطوبة، وبعد كده يقولوا انه الشرطة بتستخدم العنف. يعني انت امام متظاهر شايل في ايده ميلوتوف وبالتأكيد مخبي الاسلحة اللي بتظهر كل شوية، وبيتم اطلاق النار هنا وهناك اهو زي ما انتوا شايفين. تدخل الأمن لأن الاشتباكات في البداية كانت بين الإخوان وبين الأهالي الذين يدافعون عن القوات المسلحة. هو الهدف تصدير هذا المشهد، لكن احنا هنقول للعالم كله أنه نعم نواجه إرهابا مسلحا، سنواجه هذا الإرهاب، ولولا أنه الشرطة تحظى بالدعم الشعبي ولولا أنه الجيش يحظى بالدعم الشعبي ما كان يمكن أبدا أنه هذه المشاهد تمر. يعني الجيش والشرطة يدافعان عن الوطن في مواجهة محاولة إسقاط الوطن، مش إسقاط فصيل سياسي أو إسقاط السلطة الانتقالية. يعني هو الهدف هو تصدير هذا المشهد للعالم إنه الحقوا مصر تشهد حربا أهلية في الشوارع، مصر تشهد مواجهة شعبية مع الإرهاب المسلح. تعالوا نشوف في العجمي، في العجمي أيضا عشان ننوع المشاهد، وهنشوف اشتباكات تاني بالليل في الأسكندرية. بس تعالوا نشوف كمان إزاي يتم أيضا استخدام المولوتوف من قبل المتظاهرين. تأملوا في المشاهد جيدا وتأملوا في عنف الإخوان.
زي التتار، التتار الجدد ما دخلوا مدينة إلا وأشعلوا النار فيها، ما دخلوا مكانا إلا وحطموه، هكذا يخطط الإخوان الآن. ماذا نفعل؟ الناس اللي بتسأل نعمل إيه على كل مواطن إنه يعتبر نفسه جنديا، لأننا في حرب حقيقية، يعني لا يوجد توصيف أقل من ذلك. مصر في حرب حقيقية ضد الإرهاب المسلح، وبالتالي علينا جميعا أن نعتبر أنفسنا جنودا، يعني زي ما أنتم شايفين يتم استخدام كل الوسائل للتحطيم والتكسير وإشعال النار. وبعد الفاصل هتشوفوا مشاهد كثيرة ومتعددة، هنكمل معاكم أحداث هنا وهناك في كل المحافظات، مشاهد ننفرد بها هتشوفوها، وهتشوفوا كمان لقاءات مع ضباط الشرطة اللي تم استخدام صور بناتهم، خدوا صور البنات، بنات ضباط الشرطة من على الانترنت، وتم استخدامها لتهديد البنات والتشهير بسمعتهن. بعد الفاصل.